لكم معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء الضوء على أجندة التطوير والتحديث التي تقوم بها الأمانة العامة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور محمد المؤمن وزير الدولة بشؤون الإعلام للمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، معالي السيد عبد العزيز بن محي الدين خوجة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب، السيدات والسادة، يسعدني في البداية أن أرحب بكم في اللقاء الثاني الذي يجمعنا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيت العرب في افتتاح أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويطيب لي أن أتوجه بالتهنئة للمعالي الدكتور محمد المنوني وزير الدولة بشؤون الإعلام في المملكة العربية الأردنية الهاشمية على توليه رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الإعلام العرب، متمنيا له كل النجاح والسداد، ومؤكدا على قناعتي بأن رئاسته سأعمل على إجراء هذه الدورة لتخرج بقرارات تحقق أمان الشعوب العربية. كما توجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيد علي أحمد العمراني وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية على مساعيه الحثيثة لتعزيز وتنشيط العمل العربي المشترك في كل الاتجاهات، وذلك طوال فترة رئاسته لأعمال الدورة السابقة. وأتقدم كذلك بالشكر إلى معالي وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب السيد عبد العزيز بن محي الدين خوجة على ما يقدمه دائما من جهود مقدرة. السيدات والسادة، تأتي أعمال هذه الدورة الهامة في ظل تحديات تشهدها المنطقة تتمثل في الأوضاع السياسية المضطربة والتي ألقت بتأثيراتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مما يفرض على الإعلام العربي العام والخاص مسؤوليات إضافية تجاه معالجة هذه القضايا. وهنا تبرز ضرورة وضع معايير حديثة تعزز مسؤوليات وزارة الإعلام وترسخ حق الحصول على المعلومة الصحيحة دون تحديد سقف لزمن ومكان للنشر، والتجاوب مع قضايا الشعوب ومناقشة همومهم اليومية واحتياجاتهم الملحة. لقد أكدت تكنولوجيا الاتصال دور الإعلام في بناء المجتمع ودعت إلى تعزيز ذلك، ونتاجا لذلك ظهرت أساليب إعلامية عصرية حديثة استطاعت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أن تؤثر على أداء الصحفي والإعلامي لوسائل الإعلام المختلفة، مما أدى إلى تحسينها وتطور أدائها الفني والمهني، خاصة بعد أن شهد العالم وما زال يشهد ثورة تكنولوجية شاملة أحدثت تغييرات جذرية في نواحي الحياة كافة، وأصبح التطور والتغيير سمة من سمات عالمنا المعاصر ونمطا معبرا عن الثورة التكنولوجية، الأمر الذي يعني أن الإعلام العربي أمام حقبة إعلامية حديثة بكل ما تعني الكلمة من معاني. تكمن خطورة هذه المرحلة الإعلامية الحديثة ما يصحبها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، في كون الإعلام يقوم بدور هام في تشكيل فكر المجتمع ورفع وعيه أو العكس، وبالتالي علينا تحديث الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع طبيعة العصر، مع الاحتفاظ بخصوصياتنا كأمة ساهمت بناء الحضارة الإنسانية في جميع مراحلها. ليس المطلوب تجديد الخطاب فحسب، بل التفكير بشكل جدي في امتلاك مقومات إعلامية تنطلق من مرتكزات فكرية وثقافية، لأن الأمم لا تمتلك آلات إعلامها ومقوماتها مكتوب عليها أن تعيش في أزمة فكرية وثقافية ولا تستطيع تحديد معالم نهضتها. علينا إعادة النظر في المؤسسات الإعلامية خاصة أمام هذه المرحلة الهامة من تاريخنا المعاصر، وعلينا العمل على تقديم مضمون إعلامي جاذب يحقق متطلبات الجمهور العربي العريض ويلبي حاجاته المستمرة يوما بعد يوم إن لم يكن لحظة بعد أخرى. وكقائمين بالاتصال علينا إثراء المضمون الإعلامي في جميع وسائلنا مع مراعاة الارتقاء بالذوق والسلوك والعقل في أن واحد. علينا كأمة عربية ذات موروث ثقافي وحضاري يعلم به الجميع أن نضع أمتنا العربية في المكانة التي تستحقها إعلاميا، والإعلام أهل لذلك،
فالأمة العربية تمتلك أكبر مقومات الإعلام وهو المخزون الثقافي والحضاري والتاريخي، وبالتالي ينتظر من اجتماع اليوم إجراء تقييم جاد لما تم تنفيذه على أرض الواقع من مقررات الاجتماعات السابقة، والعمل بمسؤوليات تكون محدودة للخروج بقرارات تتفاعل مع متطلبات الحضارية للأمة العربية والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، لا سيما وقد تأكدت أعمال الدورة السابقة ضرورة البحث عن صيغة فاعلة لوضع استراتيجية إعلامية عربية موحدة تحقق قدرة من التوازن بين المتطلبات واحتياجات الشعوب العربية. لقد أثبتت التغييرات التي يعانيها الوطن العربي على مدار السنوات القليلة الماضية تعاظم الحاجة إلى اهتمام بمجالات الثقافة والفكر والمعرفة لإحياء روح النهضة ومواجهة الأفكار الظلامية والإرهاب الفكري وسد الفجوة المعرفية التي يعاني منها الوطن العربي، وهو دور يحتاج لمناخ من حرية الفكر وحرية الإبداع للتعامل مع تحديات الواقع الجديد الذي تعيشه الدول العربية. ولا بد في هذا الصدد من النهوض بالثقافة والتعليم والفنون وتعميق التواصل المعرفي في بين المجتمعات العربية ومن حولها. السيدات والسادة، يأتي انعقاد المجلس اليوم في ظل أحداث ومستجدات نشهدها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية المحورية للأمة العربية، حيث نؤكد مجددا الموقف الثابت من ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 4 يونيو عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي وفقا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك إيجاد حل عاجل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 48. والدول العربية مدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم وتوفير شبكة الأمان المالية لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن. ولا بد هنا من الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني إزاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على المواطنين المدنيين الفلسطينيين والأجوال على الكنائس والمساجد ورجال الدين، إضافة إلى استمرارها في احتجاز آلاف السجناء من بينهم من قضى أكثر من 25 عاما في السجون ومنهم نساء وأطفال. وقد شاهدت بنفسي منذ أكثر من عام في مؤتمر عقد في بغداد للأسرى الفلسطينيين فتى لا يتعدى عمره 11 عاما قضى فترة في سجن إسرائيلي. استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية غير القانونية لتهويد مدينة القدس الشرقية وهدم المنازل وإجراء تغيير ديموغرافي وتغيير أسماء الشوارع والمواقع وتهديد المسجد الأقصى يوميا وتغيير تركيبة المدينة التاريخية والاستيلاء على حضارتها وتراثها الإسلامي والمسيحي، خاصة ما تتعرض له منطقة الأغوار من مصادرة وتهجير لسكان، وهي المناطق كما هو معروف الواعدة اقتصادية للدولة الفلسطينية. إزاء كل ذلك لابد من تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها ذات العلاقة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته وأملاكه، إضافة إلى أهمية تفعيل دور هذه المنظمة الدولية في دعم الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. لابد كذلك من إبراز، وهنا يأتي دور الإعلام، لابد من إبراز أن الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة يمثل نظام أبرتايد جديد، وهو آخر معالق العنصرية والاستعمار في القرن 21 ويسير ضد حركة التاريخ. لابد من إبراز هذه الأسانيد القوية أمام الرأي العام العالمي. اليوم 15 مايو يوافق يوم النكبة، أي اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل بدء تنفيذ سياستها العدوانية باقتلاع الشعب الفلسطيني وتدمير هويته الفلسطينية، وبالرغم من كل ذلك صمد الشعب الفلسطيني ولم تنكسر له إرادة. وفي هذا الإطار وأرحب بوجود معالي السيد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، وأؤكد على أهمية رفع الاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين التي هي من أولى اهتمامات جامعة الدول العربية،
وأطلب اليوم من السادة وزراء الإعلام العرب تبني الإعلام العربي للحملة الدولية التي أطلقها السيد أحمد كثرادة أحد أبرز رموز النضال ضد نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا، وأحد الذين قضوا سنوات في سجن روبن آيلاند مع نيلسون مانديلا، وذلك للإفراج عن الأسير الفلسطيني الذي أصبح رمزا مروان البرغوثي، وكافح الأسرى والمعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمضربين عن الطعام. وأدعو السادة الوزراء إلى تبني التوصيات التي تقدم بها منذ دقائق معالي السيد السيد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين. أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة، العالم أجمع يتابع بقلق شديد ما تتعرض له سوريا الشقيقة من أعمال حرب ودمار تفتك بالموارد البشرية والطبيعية، ونرى أمام أعيننا شلال دم لا يتوقف، حتى أصبح الوطن العربي كله مهددا بسبب هذا الوضع المأساوي. يموت الأطفال والنساء والشيوخ كل يوم. وأود أن أشير مجددا إلى بعض ثوابت موقف جماعة الدول العربية في تعاملها مع الأزمة السورية. أولا، الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدد من التمييز بين المواطنين أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية، مع المحافظة على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها. ثانيا، الدعوة إلى حق دماء السوريين، الأمر الذي يزداد أهمية كل يوم مع سقوط المزيد من الضحايا، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإخراج وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل أعمال العنف والقتل والتدمير ضد المدنيين السوريين. وقد طالبت جماعة الدول العربية مجلس الأمن عدة مرات منذ أول إبريل عام 2012 بإصدار قرار لوقف القتال وعقر دماء السوريين، ولم يصدر هذا القرار حتى الآن. ثالثا، التحرك لإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءا من المبادرة العربية التي أطلقها مجلس جامعة الدول العربية في شهر أغسطس من عام 2011، مرورا بالبيان الختامي لإعلان جنيف في 30 يونيو عام 2013 والتي شاركت جامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير له إلى جانب مجموعة العمل الدولية حتى أقر البيان الختامي. وتم الاتفاق مع الأمم المتحدة على مباشرة السعي لإيجاد حل سياسي، وعين السيد كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ثم الوزير الأخضر الإبراهيمي الذي بذل جهود مضنية على مدى أكثر من عامين، وحتى الآن لم يتم إيجاد الحل المطلوب. وبناء على ذلك تقدم السيد الأخضر الإبراهيمي منذ يومين باستقالته، وأعلن السيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة أنه بعد التشاور مع جامعة الدول العربية قد قبل تحديث الاستقالة. وأود أن أمام حضراتكم أن أتقدم للسيد الأخضر الإبراهيمي بجزيل الشكر على الجهود المضنية المقدرة التي قامها في أصعب ظروف. إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الراهنة والمستقبلية تلقي بتأثيرات كارثية على الأوضاع في المنطقة، وأضحت بحق أكبر مأساة إنسانية في القرن 21. فهذه الأزمة خلفت ما يقرب من 150 ألف من الضحايا الأبرياء وغيرهم من الآلاف من الجرحى والمفقودين والمعتقلين السياسيين، وأصبح أكثر من 9 ملايين سوري ما بين مشرد ونازح ولاجئ، إضافة إلى ما تتعرض له بنية الدولة السورية وإرثها الحضاري العظيم واقتصادها ومرافقها الحيوية ومؤسستها الوطنية من تخريب وتدمير نتيجة لاستمرار أعمال العنف. معالي الوزراء، السيدات والسادة، لا يمكننا أن نتحدث عن التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي العربي دون أن نتطرق إلى آفة الإرهاب التي أصبحت تهدد استقرار وأمن دول المنطقة بلا استثناء، وكذلك المكتسبات التي تحققت، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن القضاء على الإرهابي واكتسافه من جذوره
وتكثيف منابعه والتصدي لعناصر تمويله والمحرضين عليه، وليس فقط لمن يقوم بالأعمال الإرهابية نفسها. ولا يجب أن تقتصر هذه المعالجة على البعد الأمني فقط، ولكن يجب أيضا أن تتطرق إلى مواجهة الإطار الفكري المتطرف المحرك للإرهاب. والنقطة المحورية في مكافحة الإرهاب تتمثل في إرساء التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، وتوفير الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول إقليميا ودوليا. ولهذا أرجو أن يهتم السادة وزراء الإعلام العرب بوضع مشروع الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب. معالي الوزراء، السيدات والسادة، في نهاية كلمتي، إن جدول العمل اليومي ضمن الكثير من الموضوعات الهامة، ومنها البند الخاص بالقضية الفلسطينية، والخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومشروع ميثاق الشرف العربي الإعلامي العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، وغيرها من البنود الهامة، والتي إن دلت فإنما تدل على المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية تجاه المجتمع العربي وقضاياه الهامة من جهة، ودور قطاع الإعلام والاتصال ممثلا في أمانة الفنية للمجلس الموقر، والذي يعمل على متابعة قضايا الإعلام في العالم العربي وسعيه الدؤوب إلى إيجاد إعلام يعمل برؤى استراتيجية فاعلة من جهة أخرى. وفقهم الله وسدد خطاهم نحو إعلام عربي يعمل لصالح العمل العربي المشترك، ويحقق ما تستحقه الشعوب العربية من حياة كريمة وسلام واستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.